شنو عندنا الفخذ ديال الغنمي معمر بالكسته. اييه كناخذ واحد الفخذ ديال الغنمي كنفيدو ليه داك العظم ديال الوسط، الا ما قدرناش كندوه للجزار كيفاش كيفاش. هو اللي يتصرف فعلا. ايوا وكندهنوا الداخل ديالو مع واحد المعلقه كبيره ديال الزبده، كنخلطها في شي زلافه هكا، معلقه كبيره ديال الزبده، ثلاثه ديال الظروف ديال الثومه، شويه ديال الملح وشويه ديال البزار، كندهن الداخل ديال الفخذ هكا بهذا الخليط. ايوا وكنهزو واحد هذا واحد الاناء كنديروا فيه 250 غرام ديال الكفته. وهذا مسحره كنسحروها مع هذا ديالها مع العطريه ديالها مع كل شيء. و 150 غرام ديال الكبده ديال البكري كتكون مقطعه صغيره ومقليه حتى هي بشويه ديال الزيت وشويه ديال الملح. ايوا كنديروا ربعه ديال الصوص ديال الثوم. بصمه كبيره مسوده ومحمره. ثلاثة ديال المعالق كبار ديال القزبر معدنوس. شويه ديال الملح وشويه ديال البزار. شوي غير شويه حيت كنكونوا درنا هذا الملح في الكفته وكنكونوا درناه في هذا في الفخ ولا في الكبده في اللحم. كنديروا شويه ديال الزنجبير وشويه ديال الزعفران. الزعفران ملون. ايه شويه ديال التحميره على حسب الذوق ومعلقه كبيره ديال الزبده. كنخلطوا كل شيء مزيان وكن هذا كنعمروا هذا الفخذ ديالنا وكنخلطوا هذيك البصله مشحره وديك اللي والكفته والكبده مقليه هي من العطريه. واخا وكنعمروا الفخذ وكنخيطوه. ايه كنديروا في واحد الطنجره كبيره كنعاودوا نديروا مع شويه ديال الزيت وشويه ديال الزبده. مع بصله كبيره مسلطه. شويه ديال القزبر شويه ديال المعدنوس وشويه ديال الزعفران الحر والزعفران العادي. كنديروا الملح والبزر والماء الكافي اللي بسيطه باش يطيب تقريبا واحد ساعه 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 الا ربع تقريبا على حسب اللحم حتى كيطيب لينا مزيان في الطنجره. كنحيدوه وكندهنوه بالزبده. اييه وكندخلوه للفرن وداك المريقه كنخلوها حتى كتعقد وكنقدموها هكا في زليفات كنزوقوه كما بغينا. اييه بالنسبه للتزيين دابا تبارك الله راه كاين الطريفات ديال الكبده حيت بما انه عامر بالكبده الداخل كنزوقوا هكا الطريفات ديال الكبده في الكردون. صافي وكنقدموهم بالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه.